السلام عليكم يا دكاترة، أنا زميلكم هاجر هشام. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الهيستولوجي بتاع أكبر عضو في جسمنا، اللي هو عبارة عن إيه؟ اللي هو عبارة عن السكين. قبل ما أبدأ المحاضرة في بعض الأسئلة عايزين نسألها لنفسنا كده، هل السكين بتاع جسمنا نوع واحد في كل أجزاء جسمي هو عبارة عن نوع واحد ولا بيختلف؟ طب هو بيختلف على حسب إيه؟ تاني حاجة، إيه اللايرز اللي مكون منها السكين؟ طيب ايه اللي بيخلي السكين بتاع شخص او اللون بتاعه يختلف من شخص لشخص تاني؟ الاسئله دي كلها هنجاوب عليها ان شاء الله في المحاضره. وكمان المحاضره الاسئله دي احنا لو بصينا لنفسنا هنبدا ان احنا نجاوب عليها زي ما هوريكم دلوقتي. اول سؤال عندنا كان هو عباره عن ايه السكين، نوع واحد ولا كذا نوع وبيختلف على حسب ايه؟ عندنا جسمنا بيبقى متكون من اللي هو تو تايب من السكين، حاجه اسمها سيك سكين وحاجه اسمها سين سكين، عكسه على طول. طيب ايه المناطق في جسمي اللي انا محتاج فيها السكن يكون اللايرز بتاعته كبيره ويبقى سك عشان يقدر يستحمل؟ اكيد المناطق اللي فيها احتكاك كتير اللي انا هشتغل بيها كتير، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن البول بتاع الهاند والسول بتاع الفيت. تمام كده، يبقى انا عندي البول بتاع ايدي والسول بتاع الفيت بيبقى عباره عن سك سكن. طيب انا عايزه دلوقتي كل واحد فيكم عايزاه يبص للبولم بتاعه كده، هل البولم دون فيه هير؟ طيب هل البولم دون ممكن يطلع فيه حبوب شباب او كده؟ تمام، يبقى عندنا البولم بتاع ايدينا او السيك سكن دون لا بيبقى فيه هير ولا بيبقى فيه سبيشيس جلاند، بس ممكن يبقى فيه عرق صح؟ يبقى بيبقى فيه سويت جلاند. يبقى انا عندي دلوقتي السيك سكن ده موجود في البولم بتاع الهاند والسولز بتاعت الفيت، مبيبقاش فيه هيرز ولا سبيشيس جلاندز، تمام، بس موجود فيه سويت جلاند. طيب بيتكون من ايه السيك سكن؟ بيتكون من حاجه اسمها ايبيديرم وحاجه تانية اسمها ديرم. يبقى ايبيديرم طبقه ايبيديرم تحتها الديربس. تمام كده، الايبيديرم دون عباره عن ايه؟ احنا دلوقتي انا عايزاكم ترسموا معايا الرسومات دي. تمام، انا كان ممكن ان انا ارسمها وبعدين اوضح لكم عليها، بس ان انتوا ترسموا معايا هيبقى افضل. احنا كده في الرسمه دي هنجمع كل الايبيديرم بتاعنا. عايزه ارسم الاول ويفي بيسمنت ميمبرين. تمام كده، ويفي بيسمنت ميمبرين، ونبدا في الجمله دي نحفظها. عايزين نعمل بيزل كولامينر ميدل بوليجونال سوبرفيشال فليت، يبقى بيزل كولامينر بالشكل ده كده، وتبقى عباره عن لير واحده بس. يعني هنرسم لير واحده بس مع بعض دلوقتي من الايه الكولامينر. هنرسم فوقيها طبقات كذا لير من سيلز شكلها عامل ازاي؟ بوليجونال. تمام، عايزين يبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى كبيره، بس اهم حاجه عايزاكم ترسموها تحت تبقى لارجر، وكل ما نطلع لفوق عايزين ايه؟ تبقى اصغر، حجمها يبقى اصغر. تمام كده، هي المفروض ان هي بتبقى الطبقه اللي هي الثانيه دي بتبقى من 4 لـ 8 لير، بس احنا مش هنرسمهم كلهم عشان الوقت. اخر لير دي عايزين فلات سيل، والفلات سيل دي هنرجع نقول ان في نوعين، في نوع هيبقى فيه جرانيولز كده، عايزه السيلز تبقى فيها جرانيولز. تمام، والطبقه اللي بعدها هي بتبقى بتظهر ان هي كلير ما فيهاش اي حاجه. اخر حاجه انا عايزه دي هتبقى عباره عن ديد سيلز، طبقات كده من الديد سيلز. تمام، بين الطبقات اللي انا رسمتهم دول عباره عن ايه؟ دول كلهم عباره عن حاجه واحده اسمها كيراتينوسايت. سايت معلش الخط عشان مش عارفه اكتب بس. تمام، يبقى دول كل اللي انا كتبتهم دول او رسمتهم دول دي كيراتينوسايت. هنيجي للسيلز دلوقتي النيوكليس بتاعتها، عايزين نرسم النيوكليس. في اول طبقه بتبقى اوفل وبتبقى بيزل بالشكل ده، واللي بعدها بتبقى راوندد وفي النص. تمام، دول كلهم عباره عن ايه؟ عباره عن كيراتينوسايت. يبقى انا دلوقتي انا برسم في الابيديرمس. الابيديرمس اول حاجه متكون منها دلوقتي اللي هي الكيراتينوسايت اللي احنا رسمناها. تاني حاجه عايزين سل تبدا من هنا كده، وبعدين تبدا ان هي تمد دراعاتها والسيتوبلازم بتاعها حوالين السيل اللي في الطبقات اللي فوقيها. يعني لو رسمنا كمان سيلز كده هي تبدا ايه؟ تمد دراعاتها حوالين السيل دي.
بالشكل ده. تمام، دي نوع من السيلز. السيلز دي اسمها ايه بقى؟ اسمها ميلانوسايت. تمام كده، يبقى انا رسمت الكيراتينوسايت اللي هي كانت كذا طبقه. تمام، تاني واحده دي عباره عن ميلانوسايت. تالت واحده برضو من على البيز، من البيزال لاين كده، هنرسم سيل تبقى دوم شيب ومن تحت في جروف كده، ونطلع لها مايكروفيلاي. رابع واحده السيل دي اسمها ايه بقى؟ السيل دي اسمها ميركل سيل. يبقى دي تالت نوع. رابع نوع عندي نرسم سيل بتبقى شبه النجمه كده. نرسم حواليها بحيث ان ايه بين برضو تفرعاتها في السيلز اللي هي ايه البوليجونال. طبعا الرسومات هتبقى افضل عشان انا بس هنا ايه صعب ان انا ارسم على اللاب هنا. تمام، عايزه السيلز اللي هي في الطبقه اللي هي بتاعت البوليجونال ده ترسموا بينهم وبين بعض ديزموسوم كده، بحيث ان هو بيظهر كأن السيلز كأن فيها شوك خارج منها شوك في اللي هو سباين لايك بروسيس وكده. تمام، يبقى انا كده اتكلمت عن ايه؟ انا اتكلمت عن كذا طبقه. اللي احنا رسمناهم في الاول ده كانوا عباره عن الكيراتينوسايت. تمام، تاني طبقه عندنا او تاني سيل عندنا حاجه اسمها ميركل سيل اللي هي رسمناها في الاخر خالص دي، اللي هي كانت دوم شيب وطالع منها مايكروفيلاي. وعندنا بين السيلز بيزل وطالع على اللاير اللي بعدها اللي احنا هنعرف اسمه بعد شويه، دي عباره عن الميلانوسايت. وفي النص دي مش جايه من البيزل، لا لا ده هي في النص من الاول، دي عباره عن اللانجر هاند سيل. يبقى اسمها ايه؟ دي عباره عن لانجر هاندز. بس طبعا الفرق بينها وبين لانجر هانز اللي هي بتاعت البنكرياس. تمام، دي واحده مختلفه عنها. يبقى انا دول كلهم طبقات او الحاجات الكونتنت اللي موجوده في الابيديرم. تمام كده، يبقى انا عندي الابيديرم دوت بيبقى عباره عن ايه؟ قالك بيبقى عباره عن اكتوديرمال في الاوريجين بتاعه. يعني ايه اكتوديرم؟ فاكرين في الامبريولوجي لما كنا بنقول في ميزوديرم وفي اكتوديرم؟ الاكتوديرم دي كانت الاوتر لاير وهي اللي بتكون لي عندي الابيديرم. تمام كده، يبقى الابيديرم اكتوديرمال، نفتكر اي اي ابيديرم اكتوديرمال لاير. تاني حاجه الابيديرم ده عباره عن ايه؟ انا لما جيت رسمت الطبقات دي جبت سيرت البلاد فيزز، ما جبتش سيرت البلاد فيزز خالص. فعندي دلوقتي الطبقه دي الابيديرم بيبقى افاسكولار ما فيهوش اي بلاد فيزز. طب بيحصل على البلاد فيزز بتاعتي او النورشمنت بتاعته منين؟ اكيد من اللاير اللي تحته اللي هي عباره عن الديرم، زي مين؟ زي الكارتليج كده، كان ايه افاسكولار وبيحصل على النورشمنت بتاعته من حته ثانيه. تاني حاجه ان هو ما فيهوش بلاد فيزلز، ده هو الابيدير ما فيهوش بلاد فيزلز، بس بيعوضه ان هو انرفيتد، عنده فري نيرف اندنج كتير، اللي هو كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. تمام، دي عشان ايه؟ اللي هو الاحساس. تمام، فهو بيبقى فيه نيرفات او فري نيرف اندنج موجود فيه. اتكلمنا بعد كده عن ان الابيديرم دون بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كيراتينوسايت، بيبقى فيه ميلانوسايت، بيبقى فيه لانجر هاند سيلز وميركل سيل، واتكلمنا عن كل واحده. تمام، اول واحده هناخدها اللي هي عباره عن الكرياتينوسايت. لما جينا رسمناها الكرياتينوسايت دي رسمت انا كذا طبقه وقمت قايل لكم الطبقات دي كلها على بعض دي عباره عن كرياتينوسايت، يبقى اكيد عددها اكتر حاجه، فهذا موست اباندنت سيل موجود في الابيديرم. تاني حاجه من اسمها كده، انا مش عايزاكم تحفظوا دلوقتي هنفهم. تمام، من اسمها كرياتينوسايت يبقى هي اكيد بتصنع ايه؟ يبقى هي ريسبونسبل فور الكرياتين فورميشن. تالت حاجه انا لما جيت لو احنا عدينا لايرز اللي انا اتكلمت عنها فهي كانت خمس انواع. تمام، والاربعه اللي انا كاتباها دي عباره عن ايه؟ ان اللايرز دي بتبقى ماتيور في خلال 4 ويكس. يبقى هو ذا موست اباندنت الكيراتينوسايت مسؤول عن الكيراتين فورميشن. تاني حاجه متكون من خمسه لاير هنتكلم عنهم دلوقتي وبيبقى ماتيور في خلال 4 اسابيع. اول حاجه عندي ادي الطبقات، ادي اللي تحت دون ده عباره عن الديرم ملناش دعوه بيه. هنيجي بقى في طبقه الابيديرم. اول طبقه عندي حاجه اسمها ستريتم جيرمينيتيف جيرمينتيفم. تمام، يعني ايه الستريتم جيرمينتيفم دي؟ تمام، ستريتم معنى ستريتم معناها لير، وجيرم زي جيرم سيل دي اللي بتبدا ان هي تكون اللي هي الام اللي بتبدا بقى تتحور. تمام، وتكون السيلز كل السيلز اللي موجوده فوقيها اللي هي الطبقات كلها اللي موجوده فوقيها.
تمام، يعني هي دي البيزل لاير اهي، هتبدأ ان هي يحصل لها ماتيوريشن وتبدأ ان هي تكون لي او تمحور وايه وتكون لي الطبقات اللي فوقها دي كلها. تمام، يبقى اول حاجة اللي هي الستريتم دي ليها اسم تاني اسمها جيرمينال وبيزل. بيزل عشان هي في البيز تحت عند البيز ممبرين تحت، تمام، وجيرمينال نفس الحكاية لان هي بتبدأ ان هي تكون لي جيرم سيل، بتبدأ ان هي تكون لي السيلز اللي فوقها كلها. لما كنا اتكلمنا عنها لما جينا نرسمها، عشان كده ده فايدة الرسم، انا جيت قلت لكم هنرسم سنجل لاير، وكانت اللاير دي عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن كولامينر ابيثيليوم واقف على ويفي بيزمنت ممبرين، تمام. تاني حاجة رسمنا النيوكليس بتاعه، عندنا اوفل وبيزل، تمام، كان اوفل وبيزل، تمام، وبيبقى فيه ميتوتيك فيجر، بمعنى لو احنا جينا رسمناه كده عندنا، لو جينا رسمنا الكولامينر كده، النيوكليس بتاعته هتبقى مقسومة، هتبقى في حالة ميتوتيك فيجر، او ممكن حتى نشوف الكروموزومز فيها، تمام. فعندي دلوقتي السيلز بتاعت الاول لاير اللي هي البيزل لاير بتبقى شكلها عامل ازاي. عندنا قالك ان هي بتبقى كولامينر، هي سنجل لاير بس، بتبقى عبارة عن كولامينر وبيبقى ريستنج على ويفي بيزمنت ممبرين، ورسمنا النيوكليس بتاعتها كانت اوفل وبيزل وكان فيها ميتوتيك فيجر. ليه ميتوتيك فيجر؟ مش احنا قلنا دلوقتي ان هي بتنقسم وتبدا ان هي تكون لي الخلايا اللي فوق، فاكيد ان النيوكليس بتاعت دي هتبدا ان فيها انقسامات كتير وهيبقى فيها ميتوتيك فيجر. طب متكونه من ايه اول لاير دي؟ ده عباره عن كيراتينوسايت اهي، من اسمها على طول اندر جوينج ميتوتيك ديفيجن، عشان تكون لي السيلز وتبدا ان هي تعمل لها بوش اب للسيرفس، تمام كده. ده بالنسبه لللايت مايكروسكوب، لو شفناه باللايت مايكروسكوب. بالالكترون مايكروسكوب هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبدا ان السيل دي، انا عندي كل سيل والتانية بيبقوا ماسكين في بعض بالشكل ده، ادي سيل اهي ادي السيل التانية، بيبقوا لازقين مع بعض، وتحتهم وفي بيزمنت ميمبرين، بيبقوا لازقين مع بعض بديزموزومز. كنا واخدين قبل كده بقى سيل وسيل يبقى ماسكين مع بعض بديزموزوم، تمام. اما لو كانت السل والبيزمنت اللي تحتها يبقى هيمي ديزمزوم، تمام كده. يبقى عندنا السل والسل اللي بعدها ماسكين مع بعض بديزمزوم، اما السل والبيزمنت ممبرين بيبقوا ماسكين مع بعض ب اللي هو هيمي ديزمزوم، تمام كده. يبقى هي اتاتشد للنيبرز اللي هو باي ديزمزوم، وللبيزل لامينا عن طريق ايه؟ هيمي ديزمزوم. طب السيتوبلازم بتاعها، السيتوبلازم بيبقى عبارة عن بيزوفيليك، والسيل دي فيها انقسامات، يبقى اكيد بيبقى فيها رايبوزومز، تمام، وبوليزومز، ويبقى كده هيبقى فيها ميتوكوندريا. تاني حاجة في موجود فيها ان هي بيبقى موجود فيها ايه؟ تونو فيلمنت. تونو فيلمنت ده اللي بيعمل سبورت للسيل ويخليها واضح الشكل بتاعها كده، تمام. يبقى انا عندي دلوقتي اول لاير اللي هي جيرمينال او البيزل، تمام. اللاير دي عبارة عن ايه؟ نرسم، نفتكر الرسم على طول، هي سنجل لاير من كولامينر ابيثيليا سيل، وعندنا الممبرين بتاعها كانت واقفه على ويفي بيزمنت ممبرين، النيوكليس بتاعتها كانت بيزل واوفل، وكان فيها ميتوتيك فيجر، لان من الاسم على طول نفتكر ان السيل دي هي بقى الام، دي اللي هتبدا ان هي تكون لي، تنقسم وتكون لي السيلز اللي فوقيها، فاكيد هيبقى فيها ميتوتيك فيجر، تمام كده. طب هي كل سيل هتبقى واقفه لوحدها؟ لا، اكيد هيبقوا ماسكين مع بعض، وكمان ماسكه في البيزمنت ممبرين، يبقى ده فيكسيشن جامد اهوت، تمام، مع بعض بديزموزوم، ومع البيزل لامينا عن طريق هيمي ديزموزوم. السيتوبلازم بيبقى ديبلي اللي هو ديبلي ايه؟ بيزوفيليك، تمام، وبيبقى موجود فيه بقى رايبوزومز وميتوكوندريا، تمام، وبيبقى موجود فيه تونو فيلمنت عشان يدي للسيل السبورت. دي بالنسبه لاول لاير عندنا. نتكلم عن تاني لاير، ادي لو شكل تاني ليها ورسمه تانية، هي واحده لاير واحده بس اهي بالشكل ده. تاني لاير عندنا اسمها سترياتم سباينوزم او بريكل. بريكل معناها ايه؟ بريكل برضو معناها ان هو طالع لها سباين. هل السيل دي فعلا بيبقى فيه سباين فيها؟ يعني في شوك موجود فيها، تمام. السيل دي لما جيت انا رسمتها، نفتكر برضو انا رسمت كذا لاير، صح، قلت لكم ان هي حوالي من 4 ل 8، بس احنا مش هنقعد نرسمهم كلهم. فهي بتبقى بولي هيدرال، بتبقى من كذا طبقه، وقلت لكم كمان ان احنا عايزين نخلي السيلز لارجر عند البيز، وكل ما نطلع لفوق تبقى سمول، تمام. تاني حاجه هي حكايه السباين دي، هي فيها سباين فعلا؟ لا، ده احنا واحنا بنعمل لها البريبريشن عشان نشوفها،
تمام، بتبدا ان هي يحصل لها شرانكج وتبدا ان هي تكرمش كده، وايه اللي موجود رابطهم بين السيلز وبين بعض؟ الديزموزومز. فالديزموزومز اللي بينهم دي تبدا ان هي تظهر على شكل سباين، فيخلي يدي للسيلز شكل ان هي طالع لها سباين، واهي سباين لايك بروسس تمام، او بريكلز اللي هي اسمها التاني، بس هي في الحقيقه مش بالشكل دوت. تمام كده، يبقى هي عباره عن سيفرال لاير بولي هيدرال، بتبقى لارجر عند البيزال لاير وتبقى سمولر لما كل ما اقرب من السيرفس. during the preparation بتبدا ان يحصلها shrinkage وتبدا ان هي تديني ايه false appearance ان هي فيها spine. ده باللايت مايكروسكوب. بالالكترون مايكروسكوب هنفتكرها على طول ان حكايه السباين دي ان دي عباره عن ايه، ان هم adherent to each other عن طريق الديزموزوم. والسيتوبلازم بتاعها هيبقى موجود فيه ribosomes. احنا عايزين برضو قاعده تانية نحطها، ان احنا في الطبقات بتاعه السكن دي انا عايزه كل ما اطلع السكن اللي في الطبقه الخارجيه ده اللي هو القشره اللي بتقع من الجلد وكده، دي حاجه ديد، فانا عايزه كل ما اطلع انا هقلل الاورجانيلز اللي موجوده جوه السيلز تمام، لحد ما اوصل لديد سيل فوق. تمام كده، فانا دلوقتي في السيل اللي قبلها كان في ميتوكوندريا، هنا هيبقى في فيو ميتوكوندريا، بس ستيل النيوكليس جوه بيحصل فيها ميتوزيس. تمام كده، يبقى انا لو شفت النيوكليس جوه هيبقى فيها ميتوزيس زي اول طبقه اللي هي بتاعه الجرم، اللي كانت برضو ايه اول طبقه اللي هي الجرم اللي هي كانت برضو فيها ميتوزس، النيوكليس فيها ميتوز. فعندي انا دلوقتي لحد دلوقتي في طبقتين فيهم ميتوزس، والباقي الطبقات اصلا مش هيبقى فيهم ميتوز. يبقى اول ميتوزس بيبقى موجود فين؟ في الستريتوم بيزاليس والسباينوزم، والاثنين دول مع بعض حاجه اسمها مالبيجيان لاير. يبقى دي ام اس كيو تمام. لو جه قال لي في الام اس كيو ايه هي المالبيجيان لاير، او المالبيجيان لاير هي عبارة عن استريتم مثلا جرانيولوزم، ولا استريتم بيزاليس واستريتم اسباينوزم، يجيب لي كذا لير ويقول لي هي عبارة عن ايه. فاحنا عندي دلوقتي الميتوزس موجود بس في البيزاليس وموجود في الاسباينوزم، والاتنين دول على بعض اسمها مالبيجيان لير. تمام كده، دي تاني طبقة عندي، دي شكلها مش عارفة الصورة واضحة عندكم ولا لا، بس باينة لي هنا الصور لو انتوا شفتوا الداتا الديزموزومز باين، لان بيبقى فيها ميني ديزموزومز تمام، فظاهرة كان في السن نفسها كان خارج منها سباين تمام بالشكل ده. تالت لير عندي حاجه اسمها جرانيولوزم او جرانيولر. انا قلت جرانيولوزم يبقى اكيد جواها جرانيول، في جرانيول، واحنا لما جينا رسمناها على انها فيها جرانيول، قلنا ان هي بتبقى فليتد تمام، ورسمنا جواها جرانيولز. ايه الجرانيولز دي بقى؟ دي حاجه اسمها كريت وهايلاين جرانيولز. الكريتو هايلاين ده اللي هيديني البروتين اللي هيكون لي بعد كده الكيراتين تمام، فهو عباره عن كريتو هايلاين. نفتكر ان دي فيها كريتو هايلاين لان في سيلز تانية او في لايرز تانية هنقول ان فيها بقى الكيراتين نفسه، اما دي فيها الكريتو هايلاين، دي اللي البروتين اللي هيكون لي بعد كده الايه الكيراتين. يبقى جرانيولوزا فيها جرانيوز، جرانيوز ده عباره عن كريتو هايلاين. الكريتو هايلاين دي البروتين المسؤول ان هو يكون لي الكيراتين. طب بالالكترون مايكروسكوب هبدا ان انا اشوف ايه، قال لك ان انا هتبقى full of irregularly shaped كريتو هايلاين، هشوف برضو اللي هو الجرانيوز دي، وهبدا ان انا الاقي تونو فيلامنت وتونو فايبرلز تمام، بس مش هلاقي ميتوكوندريا زي ما انا قلت لكم. كل ما هنطلع هنبدا نقلل الاورجانيلز الموجود، فهنا في الجرانيولر لا بيبقى فيه ميتوكوندريا ولا بيبقى فيه نيوكليير انفلوب تمام، الانفلوب بتاعت النيوكليس مش هيبقى موجود، لا ميتوكوندريا ولا نيوكليير انفلوب. ده بالنسبه للطبقه الثالثه، ادي شكلها. هي طبعا مش هتبقى واضحه قوي لان هي بتبقى دنس واخده لون اللي هو الجرانيولز اللي موجوده فيها، هي بالشكل هنا اوضح تمام، حاجه فلاته هي وملونه. رابع طبقه عندي هي اسمها استرييتم لوسيدم. يعني ايه لوسيدم؟ لوسيدم معناه ان السيل كلير. هل فعلا السيل هنا هتبقى كلير تمام؟ قال لك ان السيل دي بتبقى شكلها عامل ازاي، بتبقى عباره عن فلات سيل تمام، ما بيبقاش فيها نيوكليس. طيب يبقى انا هنا كده انا دلوقتي شلت النيوكليس نفسها، هنا في السيلز دي هبدا ان انا مش هلاقي ايه نيوكليس تمام كده. it appears as clear layer containing amorphous substance immature كيراتين. اللي قبلها كانت كيراتو هايلاين، هنا هتبقى immature كيراتين، الكيراتين بس لسه ايه ما حصلوش ماتوريشن، هيبقى immature كيراتين اسمه اليدين. يبقى اللوسيدم بيبقى فيها اليدين تمام كده تمام. بتبقى فيها ايه اللاير دي بتبقى لونها احمر كده اسيدو فيليك ترانسليوسنت، احنا بنشوفها بتبقى لونها احمر وفاضيه خالص، عشان كده بنقول عليها كلير. بالالكترون مايكروسكوب عندنا كل الاورجانيزمز مش هتبقى موجوده، ار نوت سين اند البلازما ميمبرين از سكند.
طب والسيتوبلازم؟ السيتوبلازم انا مش محتاج فيه حاجه غير فايبرلز، حاجه تدي للسيل شكلها بس فايبرلز، تمام، وحواليه شويه ماتريكس. يبقى السيل دي لوسيدم هي فعلا فاضيه، لان هي ما فيهاش اي حاجه غير الاماتيور، حتى الكيراتين اللي جواها اماتيور، اسمه إيلادين. إيلادين تمام كده بالشكل ده، هي اللير دي تمام. السيلز ملهاش اي شكل، وتحسها ان هي حاجات هوموجينس مع بعضها كده. بعد كده اخر لير حاجة اسمها سترياتم كوريوم او هورني. هورني ليه؟ ليه بتبقى حرشفية، او بمعنى دي القشرة، دي السكيلز بقى، دي اللي هي اخر طبقة تمام. دي عبارة عن ايه؟ ده لير بقى ما بتعدش، دي هي كذا لير تمام كده، من فلاتن دي نون نيوكليتد، دي ما فيهاش اي نيوكليس، عبارة عن سكيلز تمام كده، وبتبقى اسيدو فليك فلستين. لو جيت شفت الالكترون مايكروسكوب، السيتوبلازم بتاعها بيبقى فيه حاجتين، بيبقى فيه الكيراتين، يعني اخيرا وصلت للكيراتين فوق اهو، بيبقى فيه كيراتين، وبيبقى فيه حاجه اسمها سكليرو بروتين، فيلامنتس سكليرو بروتين، البروتين صلب كده تمام. يبقى بيبقى فيها نوعين، بيبقى فيها السكليرو بروتين وبيبقى فيها الكيراتين، بس ما فيهاش اي اورجانويد ثانيه، ما فيهاش اي حاجه، هي عباره عن سكيلز بس، لان دي حاجه ديت وهتقع تمام. طيب السكيلز دي بتبقى ماسكه السيلز نفسها مع اللي جنبها، بيبقوا ماسكين مع بعض في ايه؟ اي حاجه. يبقى احنا عندنا دلوقتي اي حاجه، اي سيل مع اللي جنبها ديزموزوم، مع البيسمنت ميمبرين اللي تحتها هيميديزموزوم، هنا مفيش هيميديزموزوم، هما لازقين مع بعض بس بالديزموزوم بس، عشان لو جات لنا يبقى فاكرين على طول. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن ايه؟ كل اللي بتكلم عنهم دلوقتي دول عباره عن ايه؟ لاير بتاعت الكيراتين وسايت، اللي هي كانت جوه ايه؟ اللي كانت جوه واحده من الابيدرم تمام؟ دي اللي هنتكلم عنها كتير، بس كل اللي باقيين هما مثلا ميلانوسايت، هنتكلم عن الميلانوسايت بس، مش هيبقى فيها لير ومش هيبقى فيها اي حاجه تمام. يبقى الكيراتينوسايت دي كانت 5 لاير، نفتكر ان هما 5 وعددهم لسه عمالين نعد كذا واحده، يبقى هما موست اباندنت. اتكلمت عن اول واحده جيرمينال، نفتكرها طول من الاسم، وانت هتجيب كل المعلومات، ومن الرسمه كمان ان هي كانت سنجل لاير من كلها من الابيسيليوم، ريستنج على ويفين بيزمنت ميمبرين. جينا رسمنا النيوكليس اوفال وبيزل، وبعد كده ترسم جوه النيوكليس، لو انتوا لسه بس بترسموا معايا، خلوا النيوكليس دي يبقى فيها ميتوتيك ديفيجن، يعني اسمها كانها 2 كده، او بينوا جواها كروموسومات تمام. تاني حاجه ان هي ايه؟ جرم، فتبدا ان هي دي اللي بتكون السيلز، وتبدا ان هي بوش اب لحد السيرفس. تاني حاجه بيبقوا ماسكين مع بعض ايه؟ نرسم ديزموزومز جنب كل سيل والسيل، نرسم ديزموزوم ونرسم مع البيزا اللامنة، السيل مع البيزا اللامنة نرسم لها هيميديزموزوم تمام كده. نيجي للسيتوبلازم، عبارة عن بيزوفيليك. انا دلوقتي بكون سيل او بعمل انقسامات، فانا عندي رايبوزومز بوليزومز، عايزة ميتوكوندريا. طب التونو فيلمنت وظيفتها ايه اللي موجودة عندي؟ يعني عشان تديني سبورت للسيل والشكل بتاعها. ودي ايه رسمتها. تاني واحدة، تاني طبقة نطلع شوية، نفتكر الطبقة اللي هي مسنون دي، اللي هي السباينوزم، هي فعلا فيها سنون او بريكل سيل، ده اسمها التاني، وبرده معناه ايه؟ سباين. وسترياتم او ستريتم، ستريتم دي معناها ايه؟ لاير. هي فعلا فيها سباين؟ لا، هي ما فيهاش سباين، هي كذا طبقه زي ما احنا جينا رسمناها من 4 ل 8، كبيره تحت، كل ما نطلع لفوق هتبدا ان هي تصغر. هي ما فيهاش سباين، بس هي في البريباريشن حصل لها شرينكج، فالديزموزومز اللي كانت بين كل سيل والتانيه بدات ان هي تظهر كانها شكل سباين. ونرسم للنيوكليس بتاعت برضو السيل دي، نرسم لها ميتوتيك فيجر، ان هي كان فيها انقسامات. يبقى تو سيلز اللي احنا اتكلمنا عنها من دول كلهم، اللي فيهم ميتوزس، هي عبارة عن ايه؟ البيزاليس والسباينوزا، وسميناهم الاتنين ايه؟ مالبيجيان لاير. نيجي لتالت واحدة، الجرانيولوزم، نرسم سيلز فلات ونرسم فيها جواها جرانيولز، ونكتب جنب الجرانيولز ده كريتو هايلاين. كريتو هايلاين ده انا لسه هكون الكيراتين، دي البروتين اللي انا هكون بيه الكيراتين. طيب الالكترون مايكروسكوب هشوف برضو اكيد هشوف الجرانيولز دي، هيبقى فيه تونو فيلمنت تونو فايبريل، ونفتكر ان احنا كل ما نطلع انا مش محتاجه الاورجانيل ده، انا عايزه اموت السيل تمام، فهنشيل منها الميتوكوندريا والنيوكلير ايه؟ انفلوب. نيجي بعد كده لللوسيدم، دي اللي هي اللاير الفاضيه الكلير، يعني ما فيهاش حاجه تمام، ما فيهاش غير حاجه واحده بس، اللي هي عباره عن ايه؟ اماتيور كيراتين، يعني حتى الحاجه اللي جواها بس اماتيور، اللي هي اسمه ايه؟ اسمه إيلادين. يبقى مهم قوي لوسيدم، مش عارفه نسكنها ازاي، بس ممكن نفتكر ال ال دي في إيلادين تمام. لوسيدم في الإيلادين، جواه الإيلادين دون اماتيور، ما بيبقاش فيها اي حاجه تانية، والسيتوبلازم بتاعها دون بيبقى فيه فايبرلز بس، وحواليه شويه ماتريكس، اما الاورجانيلز مش موجوده فيها، ما فيش اي اورجانيلز موجوده فيها، فهي فعلا اسمها كلير على ايه؟ وهي فعلا كلير تمام. وده شكلها. بعد كده الكوريوم، كوريوم يعني قشره، ده حاجه هورني تمام. القشره اللي فوق دي عباره عن ديد سيل تمام، السكيلز عباره عن ديد سيل،
مش ما فيهاش اي حاجه، تمام، ما فيهاش غير بقى الايه لونها، او ما فيهاش جواها غير الكيراتين وسكليرو بروتين، تمام، يبقى كيراتين وسكليرو بروتين. اما الاورجانويد اللي جوه السيل نفسها ايه، ما فيش اي حاجه، نو اورجانويد. السيلز دي ماسكه مع اللي جنبها بايه، بالديزموسوم زي ما احنا عارفين. هي كام لاير؟ ما تعدش بقى القشره دي كذا كذا لاير، من 15 ل 20 لاير من فلاتند نون نيوكليتد كيراتينايزد سيل، لونها ايه، اسيدوفيلك. كده انا خلصت الخمس طبقات بتوع ايه، بتاعت الكيراتينوسايت اللي هي جوه الابيدر. دي شكل الكورنيوم اهي. نيجي لتاني سيل عندنا اللي هي عباره عن الميلانوسايت. فاكرين نفتكر الرسمه برضو، الميلانوسايت لما احنا جينا رسمنا حاجه بيزل كده، حاجه كبيره ضخمه كده، بادي بيزل، ورجعنا بعد كده عملنا تفرعات طالعه للسيلز للطبقات اللي فوقيها اللي هي الطبقه بتاعه السباينوزا، تمام، واخده حوالين الكيراتينوسايت، واخده حواليها كده تفرعات من السيتوبلازم. فايه هي الميلانوسايت دي؟ الميلانوسايت دي عباره عن اكتوديرمال في الاورجن بتاعها، تمام، طالعه من حاجه اسمها نيورال كريست، دي برضو امبريولوجيكال، تمام. طب السايت بتاعها بتبدا من عند البيزل وتطلع باللايت مايكروسكوب، هشوفها عامله ازاي. عندي حاجه لارج راوندد بوديز موجوده تحت في البيزل، وليها سنترال نيوكليس، والسيتوبلازم بتاعها بيبدا ان هو يطلع لفوق حوالين الكيراتينوسايت دي. قدرنا نشوفها بالاتش ان دي؟ لا، انا ما قدرتش اشوفها بالاتش ان دي. طيب بالالكترون مايكروسكوب يعني مهمه الحته دي؟ اه مهمه. ممكن يقولك مثلا الميلانوسايت كان بي سين باي الاتش ان اي؟ لا، تمام. نيجي للالكترون مايكروسكوب. بالالكترون مايكروسكوب هبدا ان انا اشوف فيها ايه. هي الميلانوسايت دي من اسمها كده نفتكر على طول ان هي بتكون الميلانين، يبقى انا محتاجه ايه جوه السيلز؟ برضو مش هحفظها، مش هخليكم تحفظوها، تمام. احنا هنرسم دلوقتي البروسيس اللي بتبدا تحصل عندها، او تكوين الميلانين بيحصل ازاي. عندي عايزه اجيب ادي البيزمنت ميمبرين، بيزمنت ميمبرين، وادي ايه النيوكليوس، قصدي البادي بتاع الميلانوسايت، وادي السيتوبلازم بداية، تمام. عندي هنا هنبقى في نيوكليوس، راوندد نيوكليوس في الميلانوسايت، في البادي بتاعها، الجزء اللي تحت ده اللي هو عبارة عن البادي، بيدي امر ان عايز اكون الميلانين، يروح للرف اندوبلازميك ريتيكولوم. الرف اندوبلازميك ريتيكولوم بيبقى جواه انزيم، تمام، ثانية واحدة، بيبقى جواه انزيم اللي هو عبارة عن ايه، اللي هو التيروزينيز، تمام. التيروزينيز زون هيبدأ يكون لي ايه، من اسمه برضو هيبدأ يكون لي تيروزين. فانا عندي دلوقتي هتروح للرف اندوبلازميك ريتيكولوم، انا عايزة اكون اللي هو التيروزين، فيبدأ ان هو يكون لي التيروزين عن طريق التيروزينيز انزيم. خلصت وكونت التيروزين، التيروزين بعد كده هيبدا ان هو يتحول لي لميلانين، يروح بعد كده يحصل له باكج. ايه المكان اللي بيحصل لي فيه باكج للسيل؟ اللي هو عباره عن الجولجي اباريتوس. يبدا ان هو انا مش هخزن الميلانين جوه الميلانوسايت، انا مجرد ان انا هصنعه واعبيه واخرجه بره، تمام. يبقى انا هيروح بعد كده الميلانين اللي اتكون ده هيروح لجولجي يعبيه. هيعبيه في ايه؟ في اكياس اللي هي عباره عن الفيزيكال سكريتوري فيزيكال، جواها ايه، ادي جواها ميلانين، تمام كده. وبعدين كده البروجكشن اللي موجوده دي هتبدا ان هي الميلانين يطلع فيها الفيزيكال دي. وطبعا احنا حوالين الميلانوسايت بيبقى موجود الكرياتينوسايت زي ما احنا كنا رسمينها، تمام، اللي هي كانت في طبقه السباينوزم. فحواليها كرياتينوسايت بتبدا ان هي تدخل السيتوبلازم بتاعها ده لجوه، شبه الحقنه كده، شبه السرنجه بالظبط، مدخله جوه الجسم. وبعدين نبدا ان احنا ايه نتكه كده، فنخلي الفيزيكال او الحاجه اللي موجوده جواها تروح للسيل اللي جنبها، فتبدا ان هي تحول الميلانين من الميلانوسايت توديه للكرياتينوسايت. يروح الكرياتينوسايت، انا عندي دلوقتي ادي البروجكشن هون بتاع الميلانوسايت، وادي مثلا خليه الايه الكرياتينوسايت، وادي النيوكليس، حصل الانجكشن ودخل الميلانين، يروح الميلانين عند النيوكليس ويقوم جاي حواليها كده وعامل الكاب ده، بيتجمع حواليها كده. طب ايه لازمتها او بيعمل كده ليه؟ هنعرف دلوقتي، تمام. يبقى انا عندي دلوقتي هي بتتكون من ايه، قلنا ان هي عباره عن ايه، عباره عن ايه، ليزر، تمام.
هي عبارة عن ايه؟ هي typical contain typical cell organoid، عشان انا بكون في الاخر بروتين. اي بروتين عندنا عايزة اكونه تقوم حاططها على طول، يبقى دي تاني حاجة نسجلها، ان احنا على طول اول ما يبقى فيه ان السيل دي بتكون بروتين يبقى اكيد فيها رف اندوبلازميك ريتيكولوم، يبقى اكيد فيها جولجي اباريتس، يبقى اكيد فيها ميتوكوندريا، تمام؟ يبقى اكيد فيها فيسيكل كمان، يبقى هي بتكون لي بروتين. البروتين ده محتاج رف اندوبلازميك ريتيكولوم، بيبقى جواه تايروزينيز اللي هيكون لي التايروزين اللي هيتحول لميلانين، هيتعبى عن طريق جولجي اباريتس في اكياس اللي هي عباره عن السكريتوري فيزيكال اللي هو الميلانوزومز، تمام؟ ويبدا ان هو يخرج بعد كده، تمام، يروح للكرياتينوسايت. طيب هي السيل دي احنا كنا عمالين نقول في الطبقات اللي فاتت بتاعه الكرياتينوسايت بين سيل وسيل، ده في ديزموزوم. هنا برضو هل هي الميلانوسايت ماسكه مع الكرياتينوسايت اللي حواليها بديزموزوم؟ لا، مفيش اي ديزموزوم بينها، بس هي متثبته بالبيزمنت ميمبرين اللي تحت، متثبته بهيميديزموزوم. يبقى مفيش ايه حاجه، الميلانوسايت مش ماسكه مع الكيراتينوسايت باي ديزموزوم. طب ايه الفانكشن بتاعتي من اسمها انا كونت الميلانين؟ طيب هو الميلانين ده فايدته ايه؟ قال لك ان ده هو بيحمي الجسم بتاعنا من الهارمفول افكت بتاع الاكسبوجر للالترا فايلت راي، تمام كده؟ يبقى عندنا هو بيحميني من الالترا فايلت رايز. طيب واحنا لما جيت رسمت النيوكليس بتاع الكيراتينوسايت وحطيت حواليها كيب كده، حميت النيوكليس، تمام، حطيت الميلانين يحمي النيوكليس. هو بيحميها من ايه؟ بيحمي النيوكليس بتاعت الكيراتينوسايت او الدي ان ايه بتاعها من الالترا فايلت راي. يبقى عندنا ده بالنسبه للميلانوسايت. سهله، انا عندي دلوقتي الميلانوسايت، الميلانوسايت الاوريجين بتاعها هي اكتوديرمال اوريجين، طالع من حاجه اسمها نيورال كريست، موجوده فين؟ نفتكر الرسمه تحت البادي وطالع منها البروجكشن. البادي دون ليه راوند نيوكليس، راوند اللي هو سيل بوديز وسنترال نيوكليس، تمام. السيتوبلازم بين الكيراتينوسايت ما بقدرش اشوفها بالاتش اند اي. نيجي بعد كده بالالكترون ميكروسكوب بقى اشوف ايه جوه، افتكر على طول ان هي ميلانوسايت بتكون لي بروتين، يبقى كده هشوف الاورجانيلز اللي انا محتاجاها عشان اكون البروتين اللي هو عباره عن الراف اندوبلازميك جواه التايروزينيز. يبقى الانزيم ده مهم، تايروزينيز انزيم، تمام، وهيعبي بجولجي اباريتس، هيعبي في الكياس اللي هي عباره عن فيزيكال سكريتوري فيزيكال، هتبدا ان هي تكون لي الميلانين وتطلعه. الميلانوسايت مش هتاخده لنفسها، هي هتوصله للكيراتينوسايت اللي انا عايز احمي الدي ان اي بتاعها، فبيكون لي ميلانين بيحميني من الالترا فايلت راي، وبيحمي الكيراتينوسايت بيحمي الدي ان اي بتاعها من الالترا فايلت راي، تمام كده. ده شكلها هون. لو جيت قلت لك مثلا الرسمه دي هل مصبوبه ب اتش اند اي عشان اشوف الشكل ده؟ اكيد لا، تمام كده. ادي شكلها هي بيزا لير، وبعدين بدات ان هي تمشي حوالين الكيراتينوسايت. طب ليه؟ شايفين ادي الميلانين اهي بتبدا ان هي توزعه حوالين النيوكليس عشان يحمي الدي ان اي بتاعها، متاخدوش لنفسها، هي مجرد ان هي بتوزع. تالت لير او تالت سيل عندنا هنتكلم عنها هي لانجر هانز سيل، اللي احنا كنا رسمينها شبه الايه؟ شبه النجمة. عايزين نفتكر ان اللانجر هانز عبارة عن نجمة جواها مضرب، تمام كده، التنس راكت. الاوريجين بتاعها ده عبارة عن ميزودرمال اوريجين ان اوريجين، يبقى نفتكر ان اللانجر هانز دي الوحيدة اللي ميزودرمال، لانجر هانز الوحيدة اللي ميزودرمال ان اوريجين، تمام. لانجر هانز دي عبارة عن ايه؟ دي الماكروفاج بتاعت السكن، تمام كده. بتبقى موجودة فين؟ ده انا قلت لكم لانجر هانز، ما قلت لكمش يبداوا من البيزل لاير، لا انا قلت على طول ان هي تبقى موجوده في الاسترياتم سباينوز، فهي بتبقى موجوده بتوين الكيراتينوسايت في الاسترياتم سباينوز. طب الفانكشن بتاعها ايه؟ قال لك ان هي عباره عن ماكروفاج، قلنا ان دي عباره عن الماكروفاج بتاعه السكن. طب انا ليه لما جيت رسمتها قلت ان هي عباره عن نجمه جواها راكت؟ عايزين نفتكر ان هي نجمه، ودي مش هقدر ان انا اشوفها بالاتش ان دي، يبقى دي تاني واحده مش هقدر اشوفها بالاتش ان دي، انا بشوفها بحاجه اسمها سوبرا فايتال سيل، تمام. لو جيت شفتها بيها هشوفها اللي هي ستار شيبت برانشد سيلز موجوده بتوين الكيراتينوسايت، ده بالايه؟ باللايت مايكروسكوب. جينا بالالكترون مايكروسكوب جواها برضو لا فيها ديزموزومز ولا لازقه مع اللي حواليها حوالين الكيراتينوسايت اللي حواليها بديزموزومز، ولا في كمان هيمي ديزموزوم، تمام كده. وجواها لقينا في تنس راكت شيب لانجر هانز جرانيول، يبقى هي جواها جرانيولز، الجرانيولز دي شبه المضرب. طب هي الجرانيولز دي عباره عن ايه؟ هي لانجر هانز انا لسه قايله ان هي شبه الماكروفاج. طب ايه اهم حاجه الماكروفاج عايزاها؟ هي تعمل فاجوسايتوزس، تمام.
عايزه تتخلص من الانتيجين الموجود هتكسره، تمام؟ يبقى هي بيبقى موجود فيها هيدروليتيك انزيم. يبقى لانجر هاندز نفتكر نجمه جواها مضرب. طالعه منين؟ نفتكر الرسمه، هي الاول ميزودرمال، دي الوحيده اللي ميزودرمال موجوده في الاسترياتم سباينوزم، تمام، حوالين الكيراتينوسايت، ودي يعني عباره عن الماكروفاج بتاعت السكن. طيب هي شكلها عامل ازاي؟ هشوفها بالاتش ان دي؟ لا مش هقدر اشوفها بالاتش ان دي، حاجه اسمها سوبرا فايتال ستين، هشوفها ان هي شبه النجمه. ده باللايت مايكروسكوب، حاجه بص جواها هلاقي ان هو في حاجه شبه المضرب كده، تمام. ايه الحاجه اللي جواها دي او ايه الجرانيولز دي؟ قال لك الجرانيولز دي جواها الهيدروليتيك انزيم، جواها الهيدروليتيك انزيم عشان تبدا ان هي بقى ايه تكسر الانتيجين اللي موجود ده وتبلعه كده، تمام، تأدي عمل يعني اللي هو الفاجوسيتوز بتاع شبه الماكروفاج. يبقى ده بالنسبه لللانجر هانز. نيجي بعد كده، ثانيه، اهي دي شكلها، شفتوا مش بدأت من تحت، لا هي من بينها شبه النجم، هي نيجي لايه، لرابع سل عندنا الموجوده في الابيدرم اسمها ميركل سل. الميركل سل دي لو نفتكر على طول في الرسمه، لما انا رسمت بيزمنت ممبرين وقلت لكم في حاجه دوم شيب كده وليها جروف من تحت ونطلع منها مايكروفيلوي، دي موجوده برضو بتوين الكيراتينوسايت في الابيدرمس بتاعت السك ايه السك سكن. الميركل سل دي عباره عن الابيدرمال ابيثيليال سل. هي ايه وظيفتها؟ يعني ايه المميز في الميركل عشان اقدر ان انا افتكره؟ الميركل سل دي اجيب لكم الرسمه دلوقتي. الرسمه دي بتفكركم بايه؟ النيرف اندنج، صح؟ فالميركل سيل، ميركل سيل دي بتشتغل كانها سنسوري ميكانو ريسبتور، بمعنى هي جواها جرانيولز، دنس جرانيولز. دنس جرانيولز دي بتبدا توصل للنيرف. يبقى انا عندي اللي تحت ده عباره عن نيرف، تمام كده، وادي الميركل سيل عندنا، هي الجرانيولز دي بتبدا ان هي توصل الايه الاحساس، وبتبقى مسؤوله عن التاتش سنسيشن. يبقى انا لما اقول لكم مسؤول عن التاتش سنسيشن يعني اللي هي موجوده فين؟ موجوده في التبس بتاعت الفينجرز مثلا، موجوده ايه في السيك سكان. هل لما نيجي للسان سكان بعد شويه هل الميركل سيل هتبقى من الطبقات اللي موجوده؟ لا اكيد هتبقى مش موجوده عندي. يبقى اي نعم احنا اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي الطبقات دي هتبقى متشابهه بين السيك سكان والسان سكان، هيبقى فيه بس اختلافات بسيطه، زي مثلا ان الميركل سيل اكيد دي مش من طبقات السن سكن او مش تبقى موجوده في السن سكن. ليه؟ لان هي مسؤوله عن السن سنسيشن، مسؤوله موجوده مثلا في اطراف الصوابع، موجوده في اللبس، تمام، فانا مش محتاجاها في السن سكن في حاجه. يبقى عندنا التاتش سنسيشن اللي هي عباره عن الميركل سيل بتشتغل كسنسوري ميكانو ريسبتور. نفتكر على طول الرسمه بتاعت اللي هي الريسبتور دي، جواها ايه؟ جواها الجرانيوز، وهي بتشتغل كابيديرمال ابيثيليال سيل. كده انا خلصت كل الابيدرم. نتكلم عنه تاني بسرعه. الابيدرم انا نفتكر الرسمه، رسمت كذا كذا طبقه، خمس طبقات، اللي هو البيزل، وبعد كده السباينوزم، الجرانيولوزم، جرانيولوزم فيها جرانيوز، وبعدين الكلير سيل، وبعدين رسمت واحده كده قلت لكم دي ديد سيل، دي اللي هي الكورنيوم، تمام، او السكيلز، تمام. دي كلها على بعض، ودي كانت حاجه اسمها كيراتينوسايت. رسمت بين الكيراتينوسايت، بدات من تحت، حاجتين كانوا في البيزل وطالعين لفوق، اللي هو الميلانوسايت، البادي بتاعها في البيزل وطالع لفوق السيتوبلازم، وتاني واحده اللي هي عباره عن الميركل سيل. الميركل سيل دي تحت عشان خاطر هتبدا بقى ايه ان هي توصل لي السنسيشن او تاتش سنسيشن. وبعدين في بين في الطبقه بتاعه السباينوزم، مش بادئه من تحت، الطبقه بتاعه السباينوزم نجمه، نجمه جواها ايه مضرب، اللي هي عباره عن ايه، اللي هي عباره عن اللانجر هانز. ده كده انا اتكلمت عن ايه، اتكلمت عن ايبيدرم كله على بعضه. ندخل في الديرمز. الديرمز دي عباره عن ايه؟ دي الانر لاير، مش انا قلت ايبيدرم يبقى اللي تحتها على طول عباره عن ايه ديرمز. عباره عن ايه الديرم ده؟ ده عباره عن اللي هو لوس كونكتيف تيشو، جواه سويت جلاند، جواه بلاد فيزلز. بقى مش احنا الايبيدرم ما كانش فيه تغذيه، يبقى اكيد الديرم ده بقى هو اللي فيه البلاد فيزلز والليمفاتيك والنيرف اندنج، موجود فيه ده كله. طب هو عباره عن ايه؟ هيبقى فيه طبقات كتير زي الابيدرم؟ لا، هو عباره عن طبقتين اتنين بس، واحده اوتر موس اسمها بابيلاري لاير، واللي تحتها اسمها ريتيكولار. طب ليه او شكلهم كده ازاي؟ عندي دلوقتي اللاير دي اللي نازله دي، دي الويفي ايه بيزمنت ميمبرين بتاعه الايه بتاعه الابيدرم.
الطبقة اللي فوق دي اللي عاملة بروجكشن طالع بالشكل ده، هما الاتنين مع بعض لازقين حاجة اسمها اللي هو ديرمال ايبيديرمال جكشن، هنتكلم عنها بعد شوية. تمام، بس اللي داخل دون اللي عامل بابيلي دون ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن البابيلاري لاير. يبقى اللي عاملة بالشكل دون ده عبارة عن البابيلاري لاير. تمام، ده انا جيت رسمت هنا كده مثلا، دي عبارة عن البابيلاري لاير بالشكل ده، تبقى طالعة بالشكل ده عاملة بابيلي، فبيتقال عليها بابيلاري لاير. وحاجة تحتها كده لوز كونكتيف تيشو عامل شكل شبكة كده، فبيتقال عليها الريتيكولار لاير. يبقى انا عندي ايه؟ عندي حاجتين، عندي بابيلاري لاير تمام، وعندي بابيلاري لاير تمام اللي طالع عاملة بروجكشن، وعندي الريتيكولار لاير. البابيلاري لاير دي عبارة عن ايه؟ انا ممكن اخدهم في مقارنة الاتنين مع بعض بحيث ان هو يسهل لكم الموضوع. عندنا البابيلاري لاير بيبقى فيها كونكتيف تيشو، وطب يعني الريتيكولار ما فيهاش؟ لا، ده الريتيكولار فيها، وفيها كمان دنس كونكتيف تيشو. يبقى دي فيها كونكتيف تيشو، اما دي فيها دنس كونكتيف تيشو. تاني حاجة، البابيلاري بيبقى فيها كولاجينوس، الفايبرز اللي موجودة عبارة عن كولاجينوس وريتيكولار والاستيك. طيب هو الريتيكولار، قال لك الريتيكولار بيبقى فيها كولاجينوس وبعض صم من الريتيكولار والالاستيك فايبر. تالت حاجة، ان البابيلاري دي بيبقى فيها بلاد كابيلاريز، وبيبقى فيها حاجة اسمها ميزمر كورباسكل. ميزنال كورباسكل دي عبارة عن اللي هو الفري نيرف اندنج، في فري نيرف اندنج وفي اللي هو الميزنال كورباسكل. تمام، اما الريتيكولار بيبقى فيها النيرف اندنج اللي موجود فيها بيبقى كذا كذا شكل او اسماء غريبة. عندنا في رومني وفي كراوس وفي اللي هو بسيشيان ديمون كورباسكل، اللي اسماء غريبة. تمام، فاحنا نفتكر عشان مش عارفة ان انا اسكمها لكم، نفتكر ان البابيلاري دي فيها الميزنر اللي احنا عارفينها، اما الريتيكولار فيها اللي هي الاسماء الغريبة اللي هو روميني دي نفتكرها مثلا شبه رومي او اي حاجة، وده كروس اسمها كراوز. تمام، يبقى عندنا الاشكال الغريبة والاسماء الغريبة عندنا نفتكرها ان هي في طبقة الريتيكولار، والتانية اللي هي الميزنر موجودة في البابيلاري. يبقى نعمل مقارنة تاني، البابيلاري فيها كونكتيف تيشو، التانية فيها دنس كونكتيف تيشو. دي موجود فيها الفايبرز انواع وكولاجينوس وريتيكولار والاستيك، هنا برضو كولاجينوس وشوية صم من الريتيكولار والالاستيك. تمام، طب البابيلاري دي عبارة عن بابيلي من اسمها. تمام، وبيبقى فيها بلاد فيزلز كتير وحاجة اسمها ميزنر كورباسكل، اما هنا بيبقى فيه الاسماء الغريبه اللي هي رومني والكراوس وكده. وعندنا بيبقى عباره عن ايه؟ بتبقى زي ما انا قلت لكم شبكه. الريتيكولار اساسا معناها نتورك، فهي عباره عن نتورك من الايه؟ من الكولاجين، وفي صم ريتيكولار والاستيك فايبر. ادي لاير تاني، هي بابيلاري اريولار كونكتيف تيشو. سيبك من المكتوب ده، بس احنا هنفتكر ان دي كونكتيف تيشو، دي دنس كونكتيف تيشو. بعد كده نوصل لحاجة اسمها ديرمال ايبيديرمال. يعني بنا خدت الايبيديرم وكلمت بعد كده عن الديرم، في بينهم جونكشن، اكيد في جونكشن. الجونكشن ده بيبقى زجزاجين كده طالع نزل زي ما احنا لسه رسمين. بيتكون من ايه؟ بيتكون من البابيلي بتاعت الديرم، وبيكون من الريجتس اللي نازلة لتحت اللي هي بتاعت الابيديرم. الاتنين على بعض بيكونوا حاجة اسمها بابيلاري ريجز. بابيلاري ريجز، طب ايه وظيفتها البابيلاري ريجز؟ نفتكر على طول اللي هو ايدينا، لو جينا شبكنا ايدينا الاتنين في بعض، حاجه هي حاجات طالعه وحاجات نازله. تمام، دي بتبدا ان هي تعمل لي ايه؟ بتعمل لي فيكسيشن جامد، فده عشان تثبت لي الابيديرم في الديرم. تمام كده، ادهيجن بتبروفايد ادهيجنز الابيديرم تو ذا ديرم. they increase the surface of necessary area necessary to nourish the very large thick epidermis. كمان ايه؟ بتوفر لي ان البابيلاري اللي داخله دي، انا كده ببدا ان انا اغذي اللي هو منطقه اكبر. تمام، لان منطقه الابيدرم ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش بلاد فيزلز، فالبلاد فيزلز بتاعه الدرم لو هي داخله لجوه بالبابيلي هتبدا ان هي تغذي لي مناطق اكتر. تمام كده، تالت حاجه ان هي ايه؟ ريسبونسبل فور، زي ما احنا قلنا كمان ان هي مسؤوله عن الفينجر برينتس اللي هو بيبقى مختلف لكل شخص، يعني كل واحد بيبقى ليه بصمات ايد مختلفه عن الثانيه. تمام، بصمات ايد دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في السيك سكن. عشان كده لما نيجي نوصل للسن سكن دلوقتي واقول لكم مثلا بيبقى موجود فيه البابيلاري ريجز او موجوده فيه كتير، هتقول لي لا. تمام، لان ايه؟ السن سكن ما بيبقاش فيه بصمات. تمام، فانا عندي دلوقتي
الديرمال ايبيديرمال جونكشن تاني، نفتكر ان هو زجزاج، نشبك ايدينا الاتنين في بعض الصوابع كده، هنفتكر ان في حاجات طالعه اللي هي الصوابع اللي هي بابلي، والفراغات اللي بينهم دي عباره عن الريدجز بتاعت الايبيديرمال ريدجز، الاتنين مع بعض يكونين البابيلاري ريدجز. لو دخلناهم في بعض ليه؟ عشان يعملوا ادهيشن وفيكسيشن جامد للديرمس مع الايبيديرم. تاني حاجه ان انا بقدر اوصل لمناطق من الايبيديرم واغذيها، مناطق اكتر من الايبيديرم واغذيها. ومسؤول عن ايه؟ بيديني الكيرفز، الكيرفز دون بيبدا ان هو يخليني ان انا بصمه صباعي مختلف عن بصمه صباع غيري. تمام كده، ادي الديرمال ايبيديرمس الشكل اللي انا كنت لسه بقولكوا اهو، دي داخله في دي. نيجي بعد كده للسكن سكان، يبقى انا اتكلمت عن السكن سكان، نيجي بقى للسكن سكان. السكن سكان حاجات بسيطه قوي، احنا هنعمل ايه؟ هنشوف الطبقات اللي احنا اتكلمنا عنها هتبقى موجوده ولا لا، وحاجات بسيطه يعني الجدول ده نفس اللي عندكم في الورق، وهيبقى بسيط قوي مش هتقعدوا تحفظوا ده كله بالدماغ كده وهنجيبها. اول حاجه السكن سكان ده موجود فين؟ كل المناطق اللي انت قلتي عليها ما عدا الايه، البالم والصول والتيب بتاعت الفينجرز والتويز. تمام، طب السكن سكان ده بص، كل الطبقات اللي احنا هنقول عليها، في طبقات هقول لكم ان هي ثابته، وفي طبقات هقول لكم ان هي اسمها سين سكن، يبقى كده هتبقى سين في السين سكن عن السيك سكن، وفي طبقات مش هنلاقيها موجوده خالص. عندك مثلا بدأ لك اول حاجه دي بتبقى موجوده في البالم والصول، دي موجوده في بقيه الجسم. عندنا جه قال لك ان الابيديرم بيبقى سيك، هنا هيبقى سين. السباينوزم اول طبقه، اول طبقه اللي هي البيزالس دي ثابته في الاثنين، هي مش مكتوبه هنا بس هي ثابته في الاثنين. السباينوزم بتبقى هنا سيك، هنا بتبقى سين. الجرانيولار لاير بتبقى سك، هنا بتبقى سن. الكلير لاير هنا بتبقى موجوده، هنا مش هتبقى موجوده خالص. يبقى انا عندي ايه؟ دي اول طبقه ما بتبقاش موجوده خالص في الايه، في السن سكن، انا مش محتاجه الكلير لاير في حاجه. تمام، تاني واحده مش هتبقى موجوده هي عباره عن الميركسل، فاكرين الميركسل دي اللي انا قلت لكم بتاعه التاتش سنسيشن بتاعه صوابع ايدي التاتش. تمام، وانا مش محتاجه التاتش سنسيشن ده، مش محتاجه فين ايه؟ في السن سكن، فهو بيبقى ابسنت هي كمان في ايه؟ في السن سكن. تالت حاجة جيت قلت لكم البصمات بتاعة الصوابع اللي هو الريدج والجروفز بتبقى موجودة في السيك سكن، هنا هتبقى absent. يبقى أنا عندي الـ absent ايه؟ الكلير لاير، الميركلز سيل بتبقى absent، وكمان الريدجز والجروف بتبقى absent. نشوف ايه تاني؟ لما انا بصيت في ايديا وقلت لكم في البالم في هير وفي فوليك وفي مثلا حبوب شباب او كده، لا، يبقى نو هير فوليكل نو سبيشيس جلاند، ده كان في السيك سكن. اما لو جيت بصيت على وشك مثلا، ده ممكن يبقى فيه هير او بقيه الجسم، ده ممكن يطلع فيه حبوب، يبقى فيه سبيشيس جلاند. تمام، السويت جلاند عندنا في البالم انا قلت لكم ممكن الناس اساسا ايديهم ان هي تبقى فيها عرق كتير، اي بني ادم كده في ناس بيبقوا اكتر، يبقى عندنا هنا هتبقى نيوميروس، اما هنا هتبقى اقل شويه. تمام، هنا ما بيبقاش فيه اللي هو الريكتور بيلي مصل، الريكتور بيلي دي بتاعت بقى الهير وكده، اما هنا هتبقى موجوده، يبقى هنا مش موجوده عشان ما فيش هير اساسا، هنا هتبقى موجود. يبقى انا كده ايه؟ ديرمال بابيلي ار مور ريجولار، البابيلي اللي بتبقى موجوده اللي هي بتاعت الريدجز والجروف. تمام، البابيلي اللي بتبقى داخله دي هنا بتبقى اكتر، اما هنا هتبقى الريجولر. يبقى عندنا البابيلي بتاعت الديرمس هنا بتبقى كتير وبتبقى طويله عشان تبدا تغذي منطقه الابيدرما اللي هي واسعه وكبيره وسك وفيها كذا لير، اما في السن مش محتاجه ان هي تبقى طويله قوي عشان توصل لي منطقه كبيره، لان السن سكن دي طبقاتها هتبقى اقل، فهي بتبقى هنا الريجولر. يبقى انا عندي تاني الفرق بينهم، نفتكر ان كلهم هيبقوا سن، عندنا ثلاث طبقات مش موجودين خالص في السن سكن، اللي هو الكلير والميركل بتاعت التاتش سنسيشن مش محتاجاها، والريدج والجروف اللي بتاع الفينجر برينت وانا مش محتاجاه في السن سكان. تاني حاجه، طب ايه اللي موجود في السن ومش موجود في السك؟ نفتكر على طول الايه، البالم بتاع ايدينا ما كانش فيه شعر وما كانش فيه سبيشيس جلاند، بس كان فيه سويت جلاند كتير، عكسها السن سكان. اخر حاجه حاجات زياده بقى، قالك ان هو الاريكتور بيلي مثلا، نفتكر ان هي بتاعه الهير هنا هتبقى مش موجوده لان مش محتاجه في حاجه، هنا هتبقى موجوده. الديرمال بابيلي، البابيلي بتاعه الديرمز تمام، هناك عالية عشان توصل للطبقات بتاعت السيك سكن، هنا السن سكن بسيط مش كذا طبقة، فهي بتبقى irregular. ادي السن سكن حتى طبقاته قليلة خالص، شفتوا الفرق بين السن والسك، السيك سكن كذا طبقة ازاي، اما السن سكن حاجة بسيطة. بعد كده قال لك طيب هو انا لسه بقول السن سكن هيبقى فيه فوليكل او هيرز، هل كل السن سكن هيبقى فيه هيرز؟ يبقى دي تاني واحده ام سي كيو. يبقى انا عندي برضو
في اكسبشن كده بالنسبه للسن سكن، ان مش هيبقى فيه هير فوليكلز. زي ايه؟ عندنا بالنسبه للرجل وبالنسبه للست. بالنسبه للرجل جلانس بينس بتاعته، الجلانس بينس ما بيبقاش فيها هير، تمام كده. يبقى الجلانس بينس دي ما بيبقاش فيها هير. تاني حاجة بالنسبة للفيميل، مش عارفة ثانية، بالنسبة للفيميل هنا كده في حاجة اسمها الكلايتورس، دي اللي هي شبه الايه الجلانس بينس بس بالنسبة للفيميل. هي طبعا ايه مش جلانس بينس، هي تبقى حاجة كانت هتبقى جلانس بينس بس هي ايه مش جلانس بينس، ما كلايتورس، تمام، شبيهة يعني بالجلانس بينس. بتبقى دي كمان ما بيبقاش فيها هيرز. تاني حاجة انا عندي اللي جوه دي يعني دي اسمها ليبيا ماينورا، واللي بره دي اسمها ليبيا ميجورا. عندي الليبيا ماينورا ما بيبقاش فيها ايه هير فوليكلز، والانترنال سيرفيس بتاعت الليبيا ميجورا ما بيبقاش فيها هير فوليكلز. وكمان تبص على اللبس بتاعتك، اللبس بتاعت السكن بتاع اللبس الريد مارجن بتاعه ما بيبقاش فيه هير فوليكل. يبقى انا عندي دلوقتي الهير فوليكل ما بيبقاش موجود فين، عندنا الهير فوليكل بتاع السنة سكن، لان هو السنة سكن معروف ان هو بيبقى فيه هير فوليكلز، الا الحاجات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي اللي هي الجلانس بينس. ونفتكر بالنسبه للفيميلز هيبقى الكلايتورس والليبيا ماينورا والانترنال سيرفيس بتاعت الليبيا ميجورا او ميجور، تمام، والريد مارجن بتاع اللب. يبقى انا كده اتكلمت عن ايه، انا كده خلصت المحاضره، اتكلمت فيها نفتكر على طول السكن، نفتكر ان هو سن وسك. السك هو الطبقات الكتير من اسمه، بيتكون من ايه؟ عندي اكتوديرم او ايبيديرم والديرم، الايبيديرمس والديرمس، هو اكتوديرمال من اورجن. كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده كله كان ايه، كان ثانيه، كان اكتوديرمال من اورجن اكسبت الايه، عندنا اللانجر هين دي الوحيده اللي ناخد بالنا ان هي كانت ايه ميزوديرمال ان اورجن، تمام. يبقى انا خدت الايه الايبيديرم. جوه الايبيديرم اربع حاجات عندي، الكيراتينوسايت والميلانوسايت والمركز واللانجر هينز. وعرفنا نفتكر على طول الرسمه، يا ريت تكون رسمتوها معايا. عندنا بالنسبه للكيراتينوسايت دي لوحدها دي كذا طبقه، عندنا خمس طبقات عباره عن ايه، اول واحده اللي هي الجيرمينال، من الاسم هتفتكر كل الصفات اللي جواها، يبقى تاخد معاك الرسمه مع الايه مع الاسم وانت هتفتكر كل الحاجات دي، وكمان تزود معاك ايه الحاجات اللي هي الثابته معانا، ان هي دي السيلز مع اللي جنبها يبقى بديزموزومز، السيلز مع اللي تحتها يبقى هيميديزموزومز. طيب السيلز دي اول طبقتين عندنا اللي هي البيزاليس والسباينوزم، دول الاثنين مع بعض مالبيجيان داير، والباقي كله ما فيبقاش فيه ميتوزيس، ده بالعكس ده انا بموت السيلز كل ما اطلع لفوق. دي تاني طبقه. تالت طبقه الجرانيولوزم، تالت طبقه اللوسند من الكلير اللي هي هتبقى مختفيه في السن، وادي اخر حاجه الكوريوم دي اللي هي الايه السكيلز اللي بتبقى في الاخر خالص. ودخلنا بعد كده على الميلانوسايت اللي هي السيلز اللي بتصنع، يعني الميلانين مش بتاخده لنفسها، تمام، بتديه للسيلز يعني بتضحي وبتودي الفيزيكال دي انا والميلانين يحمي حاجه تانية، يحمي من ايه، بيحمي من الالترا فايلت راي، تمام، بيحمي الدي ان ايه بتاعه الكيراتينوسايت. ونفتكر ان في حاجتين الميلانوسايت واللانجر هانز انا ما بشوفهمش بالاتش اند اي، بس جه ميلانوسايت ما قالكش الصبغه بتاعتها موجوده هتبقى ايه، بس في لانجر هانز اللي هو ذكر هولك اسمها سوبر فايتال، سوبر فايتال صح، سوبر فايتال، ودي بتبدا ان هي تخلي لي السيلز شكلها شبه النجمه كده، تمام، ستار لايك، افتكرها على طول ان هي ستار لايك وجواها الركز المضرب بتاعت التنس. يبقى اتكلمت عن ميلانوسايت ولانجر هانز. اخد حاجه اللي هي الميركل سيل بتاعت التاتش، ودي اللي بتبقى مش موجوده في السنة سكن. كده خلصت طبقات الابيدرم، هدخل على الدرم حاجتين بس، البابيلي والشبكه اللي تحت اللي هي الريتيكولر، تمام. وعرفنا البابيلي ايه الفرق بينهم، هما الاثنين دي كونكتيف تيشو، دي دنس كونكتيف تيشو، دي بيبقى فيها بابيلي وبروجكشن، وبيبقى فيها بلاد فيزلز وميسنر كورباسكل، دي بيبقى فيها كذا نوع اللي هو الروماني واللي هو الكراوز، وبيبقى فيها ايه تاني، عندنا بتبقى ريتيكولار من اسمها يبقى هي عباره عن نتورك كده من الكولاجين، بيبقى من كونكتيف تيشو يعني، وبيبقى فيه فايبرز نوع ايه، الاولانيه كان فيها الفايبرز اللي هو كولاجينوس وريتيكولار والاستيك، هنا كولاجينوس وبعض الالاستيك والريتيكولار. كده انا خلصت التيرمز. جه بعد كده الطبق الجونكشن اللي بينهم، تمام، اكيد احنا من دماغنا كده اكيد في ايه اللي هو جونكشن بينهم، كان اللي هي البابيلي
بتاعه الديرم اللي هي الطلعه اللي فوق اللي هي اول طبقه، تمام، والابيديرم الريجوس اللي داخله، تمام. فعمل حاجه اسمها بابيلاري ريجوس، دي مسؤوله عن ايه؟ دي الكيرفز بتاعتها بتخلي ان انا عندي بصمه صباعي مختلفه عن اي حد تاني. تاني حاجه ان انا كاني شبكت صوابع الاثنين مع بعض، فانا قدرت ان انا بالبابيلي ان انا اوصل لمناطق جوه في السيك سكن واغذيها. تاني حاجه ان انا خليت في ادهيشن جامد بينهم، والصوره دي موضحه قوي الادهيشن اللي بينهم، تمام. بعد كده السن سكن قلنا ببساطه قوي هو موجود فين؟ في كل اجزاء جسمنا ما عدا البالم والسولز والتيب بتاعه الفينجر والتويز. تاني حاجه قلت ان كل اسمه سن، يبقى كل اللايرز سن 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 ما عدا عندي كلير لاير مش تبقى موجوده خالص، تمام. عندي الريجس والجروف اللي هي بتاعه بصمه الصوابع انا مش محتاجاها، هتبقى ابسنت. عندنا الميركز سيل هتبقى ابسنت اللي هي بتاعه التاتش سنسيشن. بعد كده عندي ايه؟ عندي الحاجات بقى اللي هي السن سكن مميزه فيها ان هي فيها هير فولكل، بس ما عدا حاجات معينه ما فيهاش هير فولكل هناخدها بعد شويه، تمام. وبيبقى فيها سبيشيس جلاند حبوب وكده، اما السويت جلاند بيبقى قليله شويه، وعشان فيها هير بيبقى فيها اريكتور بيلي ماسلز، تمام. والديرمال بابيلي انا مش محتاجه ان هي تغذي طبقات كتير فهي بتبقى اريكتور. وبعد كده اخر حاجه خدناها اللي هي ملحوظه بس في الاخر كده ان هو السن سكن دون بيبقى الهير فولك الموجود فيه كله ما عدا الجلاندز بينس والكلايتوريس والليبيا ماينورا والليبيا ميجورا والريد مارجن بتاع اللب. نبدا بقى ناخد ام اس كيو. ايه هي الموست اباندنت سيل في الابيديرم؟ ايوه بالظبط، هي عباره عن الكيراتينوسايت دي اللي هي كان عددها كتير. تاني حاجه، which of the following is mesoderm in origin؟ ايوه لانجر هانز، دول كلهم كان اكتوديرم، كل اللي احنا خدناه اكتوديرم ما عدا لانجر هانز كانت الوحيده الميزوديرم. which is responsible for protection of اللي هو كيراتينوسايت دي ان اي؟ السيلز اللي هي بتعمل لي او بتحمي لي الدي ان اي بتاعه الكيراتينوسايت اللي هي عباره عن الميلانوسايت. the following cells have no desmosomes except من فيهم اللي بيبقى فيه ديزموزومز بين السيلز وبعضها؟ عندنا الكيراتينوسايت بيبقى فيها ايه؟ بيبقى الوحيده اللي فيها ديزموزومز، والباقي كل دول ما بيبقاش فيهم ديزموزومز بين السيلز وبعضها او بين السيلز والكيراتينوسايت اللي حواليها. كده نكون خلصنا. لا ثانيه، ده في حاجه تانية اللي هو following layers are thinner in a sun skin except. في السن سكن في لير، انا كل ما قلت لير دي سنر دي سنر دي ارفع، تمام، ما عدا لير انا قلت لكم هتبقى ثابته دي عباره عن البيزل لير، دي هتبقى ثابته فيهم هما الاثنين مش موجوده في الكتاب، تمام. الابيدرمز اس الابيدرم اللي احنا اتكلمنا عنه، هل هو هايلي فاسكولار وانرفيتد ولا هايلي فاسكولار والانرفيشن بتاعته او النيرف عدد النيرفات اللي موجوده فيها قليله، ولا افاسكولار اند انرفيتد، ولا افاسكولار اند نو انرفيشن؟ اكيد افاسكولار ما فيهوش ايه فيزلز، بياخد من الديرمس اللي تحت، عشان كده عملنا البابيلي وعملنا شبك صوابعنا والجو دوت، تمام. وان هو بيبقى انرفيتد ان هو بيبقى فيه نيرف، وذكرنا الايه اللي هي بتاعت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تمام كده. اتمنى تكون المحاضره استفدتوا منها واكون لميت كل الموجود في الكتاب. ولو في اي اسئله ان شاء الله يعني ممكن تسالوها لنا. بالتوفيق بإذن الله.